مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان الطاقة الريحية. كيتعتبر المغرب من بين البلدان الأوائل اللي اعتمد استراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة، خاصة منها الريحية، واللي غتمكن على المدى المتوسط من تنويع مصادر الطاقية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية. الطاقة الريحية هي طاقة اللي كيتم استخراجها من الرياح باستخدام توربينات الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكتعتبر الطاقة الريحية بديل للوقود الأحفوري، فهي طاقة وفيرة وقابلة للتجدد وكتوجد على نطاق واسع، وإلى جانب أنها طاقة نظيفة ما كينتجش عليها انبعاثات غازية أثناء التشغيل وكتشغل مساحات قليلة من الأراضي، فهي مصدر غير مكلف وتنافسي، أرخص من محطات الفحم أو الغاز أو الوقود الأحفوري. تعتبر الطاقة الريحية من بين الطاقات المتجددة اللي تتساهم بشكل كبير من تخفيف من انبعاث الغازات الاحتباس الحراري وكذلك تجنب استعمال الطاقة الأحفورية. شنو هي الاستراتيجية المتبعة للنهوض بالطاقات المتجددة في بلادنا وبالخصوص في مجال إنتاج الطاقة الريحية؟ اعتمد المغرب في السنين الأخيرة برنامج متكامل للطاقة الريحية، حيث يسعى من خلاله المرور من إنتاج 280 ميجاوات في الوقت الحاضر إلى 2000 ميجاوات في أفق 2020. غادي تشكل لنا الطاقة الريحية 14% من إنتاج الطاقة الكهربائية. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.